عشان نقرب اكتر من الصوره، زميلنا فاروق صلاح متواجد بيتابع عن كثب كل التفاصيل المتعلقه بكواليس النادي الاهلي في فندق الاقامه. نروح نسمع اخر الاخبار واخر الترتيبات والمعلومات اللي ممكن تكون معانا النهارده لاول مره من خلال شاشه قناه الاهلي عشان نطمئن اكتر صوت وصوره على فريق النادي الاهلي من داخل فندق الاقامه. فاروق صلاح موفد قناه الاهلي هنا معانا في الدوحه. فاروق مساء الفل واخر الاخبار عندك والتفاصيل، وتطمني اكتر على الفريق. كل الشكر للزميل العزيز محمد سعيد، برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من الدوحه وليله التحدي واستعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق باتشوكا المكسيكي على كاس التحدي في المباراه اللي هتنطلق في تمام الساعه 8 بتوقيت الدوحه، 7 بتوقيت القاهره على استاد 974. دعوات الملايين من جماهير النادي الاهلي في كل مكان مع لاعبي النادي الاهلي، ان شاء الله يكونوا على الموعد، اي 11 لاعب يكونوا موجودين في ارض الملعب استاد او استاد 974 يكونوا على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. طبعا يا محمد، النادي الاهلي اختتم اليوم استعداداته لهذه المواجهه وهذه المباراه. صباحا كان الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراه اللي من خلاله تم تحديد الزي الرسمي للنادي الاهلي في هذه المباراه، وهو التيشيرت الاحمر والشورت الازرق، بينما فريق باتشوكا يرتدي الزي الابيض. طبعا بعض الامور اللي بيتم من خلال في الاجتماع يعني التاكيد على موعد وصول الفريقين لارض الملعب. ثم طبعا كان المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارسيل كولر والكابتن محمد الشناوي قائد وكابتن فريق النادي الاهلي. تحدث مستر مارسيل كولر على اهميه هذه المباراه وتحضيره لهذه المباراه، وكان عنده حرص كبير جدا في كلامه مع الزملاء الصحفيين والاعلاميين في المؤتمر الصحفي على تاكيد دور جمهور النادي الاهلي اللي هو بينتظر يكون او بيملا جنبات استاد 974 زي ما شاف المشهد في مباراه العين الاماراتي في استاد القاهره. كابتن محمد الشناوي اتكلم على ان خلاص ان الاوان ان الجيل ده يحقق بطوله عالميه للنادي الاهلي، الجيل ده حقق بطولات وعمل تاريخ لنفسه للنادي الاهلي، ولكن جه الوقت ان احنا نحقق بطوله عالميه. سواء المستر مارسيل كولر او الكابتن محمد الشناوي رفضوا تماما اي حديث او التطرق لاي حديث عن مواجهه ريال مدريد، ولكن الجميع بينصب تركيزه على مباراه الاهلي وباتشوكا. لكل حدث حديث، الكابتن الشناوي المستر مارسيل كولر قال احنا دايما تفكيرنا بيبقى في المباراه اللي عندنا، هي المباراه اللي امامنا، المباراه اللي هنلعبها. طبعا بعد الانتهاء للمؤتمر الصحفي كان التدريب الرئيسي للنادي الاهلي والتدريب الاخير على استاد 974 كان في تمام الساعة 6 بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت القاهرة. من خلال هذا التدريب خلاص مستر مارسيل كولر يا محمد يعني خلاص حط التفاصيل الفنية، التشكيل اللي ممكن يلعب بيها هذه المباراة، بعض الأمور الفنية اللي بيأكد عليها على اللاعبين على تنفيذها. طبعا بعد ما درس فريق باتشوكا حط إيده طبعا على تقدر تقول مفاتيح اللعب الخاصة بفريق باتشوكا والعناصر المؤثرة وطريقة اللعب اللي ممكن يواجه بيها فريق باتشوكا. طبعا الأمور أنت عارف الاعتيادية بقى للتركيز على الكرات الثابتة وأدوار اللاعبين في الكرات الثابتة. اختتم المران بتقسيمة تألق فيها كل اللاعبين، ثم طبعا فقرة التسديد ركلات الجزاء تحسبا طبعا ان المباراه تاخدنا ليه لركلات الجزاء. النهارده طبعا حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع الفريق في المران الاخير، المهندس خالد مرتجي، استاذ طارق قنديل، الدكتور محمد شوي، ولكن الامر المهم جدا هو وجود الاسطوره كابتننا الكبير الكابتن حسن حمدي اللي كان حريص النهارده على مسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي بالحضور الى ملعب 974 لمشاهده تدريب النادي الاهلي. كابتن حسن حمدي قيمه كبيره جدا في الرياضه المصريه وقيمه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد يا محمد المشهد اللي احنا لامسينه اللعيبه بنقول مباراه من المباريات السهله بالنسبه لمستر مارسيل كولر في التحضير النفسي، لان اللعيبه عندها شغف، اللعيبه عارفين قيمه هذه المباراه قبل ما تكون للجمهور او للنادي للعيبه نفسهم. يعني اللعيب كل لعيب عارف هذه المباراه بالنسبه له هي مباراه تاريخيه، كل لعيب عايز يعمل تاريخ يصعب الامور على الاجيال القادمه باذن الله. تقدر تقول يا محمد ان خلاص تركيز اللاعبين في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، اللعيبه في الغرف، كل لعيب في غرفته، تحضير خلاص المستر مارسيل كولر. خلاص بقى انت عارف يا محمد الساعات الاخيره معدلات التركيز بتزيد عند اللاعبين. ان شاء الله من المنتظر غدا باذن الله محمد هيكون تناول وجبه الافطار للاعبين في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء
تمام الساعة 2:30، محاضرة مستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعة 5:30، ثم التحرك إلى ملعب 974 يكون في تمام الساعة 6:00 قبل موعد انطلاق المباراة بساعتين. طبعا يا محمد يعني المواعيد اللي أنا قلتها لك دي طبعا بتوقيتات الدوحة. يا رب يا محمد تكمل المشهد، تكتمل الصورة على خير يا رب، ننتهي من مباراة باتشوكا ثم يبقى الكل حدث حديث، ولكن كلنا بنقول يا رب تكتمل إن شاء الله، الفرحة تكون موجودة. لعبت النادي الأهلي أي 11 لاعب، ده الأمر اللي بنأكد عليه، أي 11 لاعب هيكون موجودين إن شاء الله هيكونوا على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولية. كلنا يا محمد بنقول يا رب يا رب تكمل على خير بإذن الله. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة الأهلي. تغطية هامة جدا من داخل فندق الإقامة، الكواليس، الأخبار، المعلومات. عايز أقول لكم يمكن مارسيل كولر بيحضر بشكل كويس جدا ذهني ونفسي لشكل الفريق، التشكيلة أعتقد الكل عايز يعرف التشكيلة الأساسية. معلوماتنا كولر بيحضر بشكل كويس، ممكن قد يحدث تعديل على شكل التشكيلة من مركز إلى مركزين. الدفع بعناصر عندها خبرات في مواجهة مباراة باتشوكا المكسيكي، مواجهة صعبة لكن الجهاز الفني بيحضر لها بشكل كويس جدا.